السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يا أهلا فيكم أخوانا أخواتنا في لقائنا الرابع في دورتنا سعادة الآخرة. بعد ما قضينا دورة الحياة السعيدة في الدنيا، اليوم بدأنا بدورة جديدة من 3 أيام، أقصد هي سعادة الآخرة وشلون الواحد يفرح في يوم القيامة مع ما فيه من أهوال وصعوبات، إلا أن فيه جانب مشرق، جانب جميل يستطيع الإنسان أن يعيشه بأن يحضره من اليوم، يشتغل عليه بالأشياء اللي إحنا قاعدين نقولها. خلصنا من سعادة الخاتمة وسعادة القبر، وبدأنا أمس بسعادة المحشر، واليوم نكملها إن شاء الله، نختمها أخذ سعادة المحشر. ذكرنا أمس أن المحشر جانبين في من السعادة، أولا الأمن من الفزع، كيف أذهب يوم القيامة من غير فزع، من غير خوف، أكون آمن. ذكرنا 3 أشياء، ثم تكلمنا عن الظل، سعادة الظل في المحشر، الشمس والحر والعرق، لكن في أناس في الظل، وذكرناهم أصناف معينة وشون الواحد ممكن يكون في هذا الظل، سواء ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى أو ظل العمل اللي هو يؤدي مثل الصدقة بشكل عام. يعني اليوم نبدأ في التكريم، في أشياء راح تصير يوم القيامة، كرامات، يعني الله يكرم، في ناس يكرمهم، يقدرهم، يكافئهم، يجازيهم في المحشر، والناس تشوفهم في بهذه المميزات تعرف ان هذيل لانهم فعلوا كذا في الدنيا، فالله اعطاهم هذا والله اعطاهم هذا، وهذا صار كذي وهذا صار كذي، بالاشياء اللي يعني راح نبينها. اول من يكرم، قال صلى الله عليه وسلم، يجيء صاحب القران يوم القيامه، هذا اول من يكرم، صاحب القران، فيقول القران يا ربي حله، يعني ابي عليه يصير حلو جميل حلا. فقال عليه الصلاة والسلام، فيلبس تاج الكرامة، تاج يوضع لي صاحب القرآن، ثم يقول القرآن يا ربي زده بعد، فيلبس حلة الكرامة. الحلة مثل البشت أو الروب، شفت التخرج، شيء تاج وروب أو بشت كذي مرتب، هذا صاحب القرآن، هذا الزي المميز المرتب حق صاحب القرآن. ثم يقول القرآن بعد ما خلصنا حله وزده، آخر واحدة أحلى واحدة، يقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه سبحانه، صاحب القرآن. الثاني اللي يكرم أمه وأبوه، والدينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، يعني يكون حياته أفنها في القرآن تعلما وتعليما وعملا وتطبيقا، إنسان صاحب قرآن، هذا اللي يقرأ، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. التاج حق أمه وأبوه، التاج مثل ضوء الشمس. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، يعني الحلتين نفس الشيء، بشت أو كذي روب زي حلو، يسوون الدنيا باللي فيها. فيقولان أهما الوالدين، بما كسينا هذا؟ عموما ما يدري ايش السالفة. فيقال بأخذ ولديكم القرآن، عشان ولدكم نكرمكم، يعني مع فارق التشبيه. شفتوا اليوم حفلات التفوق في المدارس لما يعطون دعوة حق الأم والأبو ولدكم وتعالى، وفي تكريم الولد يشتروا له الوشاح أو الروب أو أيا كان يلبسونه، والأم والأبو يون رافعين رؤوسهم أصلا مفتخرين بولدهم متفوق، وكل أولياء الأمور الموجودين يباركون حق بعض، ليش هم جايين أو العيال متفوقين. شفت الفرحة اللي هالتكريم للوالدين، وهالكله عشان القرآن. فراح تشوف مجموعة في المحشر هذا الزي، لما تشوف ناس لابسين تيجان وحلل، و تعرف هذا يا واحد صاحب قرآن أو أمه وأبوه والدينا أصحاب القرآن، شرف عظيم. الله يكرم صاحب القرآن مثل ما أكرم كلام الله في الدنيا وخلى هو اهتمامه، رب العالمين يكرمه في هذا الكرم وسط الناس كلهم في المحشر، يكرمه هو وكذلك والدينا اللي يعني ربوه على هذا العمل الصالح هو القرآن. الكرامة الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم، إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش وكلتا يدي الله يمين. تخيل مكان كذي تحت العرش على اليمين، على منابر من نور، يقعدون على منابر كذي شيء مرتفع، هذا نور، وجوههم نور وثيابهم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين، يغبطهم النبيون والشهداء. يعني تخيل الأنبياء والشهداء يغبطونهم، يحسدونهم على المكان اللي هم فيه. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. أمس قلنا أن المتحابين ما يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس، غير كذي يكونون تحت ظل العرش يوم القيامة، وغير ظل العرش على منابر نور، يعني مو بس بالظل، هم لهم ميزة عن باقي اللي موجودين تحت الظل، هذا الحب في الله. يعني
أقوى علاقة في الدنيا هي يمكن علاقات الحب في الله. فهذا التكريم لهم النور بسبب الحب في الله. فأنت إنسان تحبه في الله، حب في الله صح، تحصل كل هالكرامات بسبب هذه العلاقة اللي نشأت بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع في التكريم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الرابع اللي هو العدل، اللي يستلم ولاية مو شرط ولاية عامة. هذيك الإمام العادل اللي أمس قلناه في ظل العرش، هذاك الإمام العام والحاكم، لكن هذا لا العموم. قال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين العادلين اللي يحكمون بالعدل، إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، يعني هم مكان خاص وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. من هم الذين منهم المقسطين؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في أحكامهم. لما الناس تحكمهم ولا يكون عندهم قرار يعدل ما يميل حق أحد، وأهليهم حتى بأهلهم سواء بين عيالهم بين أزواجهم بين أرحامهم، إذا صار في حكم قضية ما أبدا ما يميل، يعدل مقسط. وما ولوا أي ولاية أي مسؤولية استلمها في الدوام في ما أدري وين، صار مسؤول على شيء إنسان حقاني مثل ما نقول هنا، هذا الحقاني الإنسان العادل في حكمه لا هذه الكرامة يوم القيامة يقعد على منابر النور. شوف هذلك هؤلاء هم أهل العدل اللي ما كانوا يظلمون في قضائهم في حكمهم. هذا يشمل أي إنسان يستلم ولاية حتى لو كانت في أهل بيته، يعدل في الحكم، يعني يجلس هذا المجلس الطيب وهذا التكريم العظيم على منابر النور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر الخامس صح؟ إيه قلنا صاحب القرآن، والدة صاحب القرآن، الحب في الله، العدل. خمسة التعزية المواساة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. حلل نفس الشيء البشوت اللبس هذا الحلول كشخة حق منه، مو اللي عزي بس بوفاة عظم الله، لا لا، أي مصيبة تصيبة ضيقت خلق يخفف عنه يواسي يعزي فيها. في ناس كذي سبحان الله لما تصير لك مشكلة أول من يطر على بالك هم، مو لأنهم ضيقت خلق، بالعكس تحس إن هم الوناسة هم المخرج. قد يكون لأن عندهم حلول وأفكار يعني حلوة، يا أخي يعجبني فكرة، يعجبني منطقة، يعجبني تفكير، يعجبني عقليته، أحبها وايد. أو حتى مواساته بالكلام الطيب واللطف، جلسته يا أخي حلوة، فسبحان الله تحس من يحس بضيقة خلق يروح له. هذيل الناس اللي الله سبحانه وتعالى كذي أعطاهم هذه النعمة، إن أهما سبب لراحة الناس مواساتهم وفرحتهم ويعزونهم، هذيل لهم هالحلل. فأي إنسان وحتى بالمصائب الكبيرة لما الواحد يروح يعزي، وهذا احنا نقول يا جماعة لما تروح أنت تعزي ميت صلى الله عليه وسلم المسلمين، مو تروح له عشان بس مواجيب، لا، روح أنت تأخذ حلة كرامة، تروح لهذا بس عظم الله أجرك أحسن الله عزاكم، تأخذ حلة تلبس حلة من حلة الكرامة يوم القيامة في المحشر. الأمر السادس وهذا عجيب وعظيم، التواضع في اللباس. قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، يعني هو عنده الحمد لله مو قاصر شيء، عنده أن يشتري اللبس بس تركه تواضعا لله، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق بالمحشر قدام الناس حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حلل الإيمان ما نعرف شو صايرة، لكن حلل الإيمان ليش الله يخير اللي تبي أخذه؟ لأنك أنت يوم في الدنيا كنت قادر تشتري هالكشخة والماركات والغالي عندك مقاصرك، بس تركت تواضع لله. والحديث الآخر من ترك لبس ثوب جمال، ثوب كذي رزة، تواضعا كساه الله حلة الكرامة. طيب يعني شنو؟ ما لك شيخ مثلا كلنا قاعد بأشياء رخيصة، ما نلبس ماركات حرام يعني ولا شنو؟ لا لا، الموضوع هذا يا أخواني أخواتي عشان نرتاح في موضوع اللبس وشنو نسوي فيه، كل ما قدرت طبعا حلالك أنك أنت يعني تتزين بما شئت، كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، لكن هذا حال اللي أحيانا قد يترك اللبس تواضعا، مو بالضرورة طول حياته ما يلبس لبس زين لا. وعشان تضبط الموضوع حاول تكون مثل من تقابلهم، يعني إذا قعدت مع ناس طبقة ويحبون اللبس المادري شنو، البس مثلهم، لا تصير أقل منهم، البس. تعرف في فئة من الناس عائلة معينة اجتماعات معينة يحبون يلبسون، طبعا هم كل واحد نيته شنو، يبي يلبس خيالاء كيف، أنا ما ألبس خيالاء،
انا البس عشان ما بي يكون اقل منهم، مش يكون اقل منهم اصلا. وانا الحمد لله عندي البس معهم، ما عندك مشكله. لما تقعد مع ناس بسطاء وعاديين البس مثلهم، اترك هني، اترك اللباس اللي قادر عليه انت مع ذيك الفئه، مع هؤلاء اترك تواضعا لله. ها والمساله التواضع والخيار هذه عند الله، لانه عمل قلب، عمل قلب. فالواحد لما يترك احيانا اللبس تواضعا لله باذن الله يعني يكسى هذه الحله، حله الايمان او حله الكرامه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. من الكرامات العظيمه راح تجي يوم القيامه وتشوف بعض الناس تشم منهم ريحه حلوه، ريحه مسك احلى من ريحه المسك. يا اخي هذا ليش ريحته كذي؟ تذكر لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك يوم القيامه. الله يعطيه هذه الرائحه بدال الرائحه اللي كانت من الصيام اللي خلي الناس ما تحبها، ياتي يوم القيامه من كثر صيامه في الدنيا ياتي برائحه جميله في محشر، كل من وده يشم الريحه اللي فيه. هذا بسبب صيامه في الدنيا. الأمر التاسع والأخير، الثامن آسف، ما في أنا غلطت بالأرقام، 6 التواضع باللباس، 7 الصيام، 8 كظم الغيظ. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم، وفي رواية من كتم غيظا، نفس المعنى، من كظم أو كتم الغيظ اللي هو الأعصاب، موقف ينرفز يستفز الواحد لكن هو كتمه وهو قادر على أن ينفذه، هو قادر ترى يطشر الدنيا ويطلع اللي فيه ويقول ويسب ويمد إيده بعد يقدر، بس كظم الغيظ اللي الجزاء دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة في المحشر والمشهد العظيم حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. وهذا خاص الرجال لأن الجزاء تزوج الحور العين. فاللي يمسك نفسه في أوقات الغضب يحصل على هذا الأجر العظيم وهذه الكرامة في المحشر أمام الناس. يدعو الله سبحانه وتعالى خيره، أخذ من الحرعين اللي تبيه، يسوى يعني تمسك أعصابك عشان هذا الجزاء العظيم. هذا التكريم اللي يكون في المحشر بأنواعه بأعماله، نعيدهم بشكل سريع: صاحب القرآن هو، ويكرم كذلك والده، 3 الحب في الله، 4 العدل والقسط، 5 التعزية، 6 التواضع في اللباس مع القدرة عليه، 7 الصيام، 8 كظم الغيظ. من الأشياء الجميلة كذلك اللي تصير في المحشر الطيور على أشكالها تقع، وهذا أمس تكلمنا عنه في فقرة الأسئلة، يعني استعجلت الموضوع شوية. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء أو المرء مع يوم القيامة مع من أحب. يوم القيامة أنت مع اللي كنت تحبهم في الدنيا وياهم، سواء هم موجودين قدامك وتحبهم وتعيش معهم ويدرون عنك، او يمكن موجودين في الدنيا بس ما يدرون عنك انت تحبهم. يعني واحد يحب له واحد من اللاعبين، واحد يحب له ميت، واحد من المشهورين، واحد وياه راح كل يوم خيمه معه، واحد يحب الصحابه وياهم وياهم. هو كذي المرء مع من احب. احرص على من تحب، اختار حبيبك بعنايه، لان انت تتخيل هذا اللي انت تحبه وين ممكن يكون يوم ما ندري عند الله صح، لكن الظاهر من حاله وين ممكن يكون. يعني واحد يحب له واحد كافر لا دير بالك، يحشر مرء مع من احب. فالواحد ينتبه يختار له الحبيب الصح، الانسان اللي يرفعه يعني يسعد بمجلسه يوم القيامه وان يكون معه في هذا المحشر. الامر الخامس من سعاده المحشر والاخير، ومن الأمور الجليلة العظيمة، وهو الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكل نبي حوض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن حوضه أنه يعني من حوض، إن حوضي الأبعد من أيلة إلى عدن، أيلة منطقة في الشام إلى عدن، يعني تكلم عن مساحة كبيرة، وفي رواية أنه مربع زواياه متساوية، عدد الأكواب اللي فيه والأباريق أكثر من عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من الحليب، أصفى منه وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه لم يظمأ بعده، ما في ظمأ. ولذلك اللي يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما يعطش، وراح يدش الجنة بعدين. إيش حاجة يشرب الجنة؟ لا أظنك أنت تأكل وتشرب لأنك يعان عطشان، لا لا، أنت بس اللذة المتعة، أنت شبعان معنا، بس تأكل تستلذ، تشرب تستلذ. واضحة الفكرة؟ طيب هذا الحوض اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا العلماء لهم خلاف فيه، النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الكوثر، الكوثر نار في الجنة. فقال العلماء أن الكوثر له ميزابان، واحد من ذهب واحد من فضة، يصبون في هذا الحوض. فهذا الحوض ماء، الماء اللي فيه، الشراب اللي في الحوض هذا
من الكوثر اللي في الجنة. أنت تخيل الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض قاعد، شو يسوي؟ ينتظر أمته. فلما يلا واحد من أمته صلى الله عليه وسلم يسقي يعطي، واحد من مو من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوخره، كما يدود صاحب الإبل عن حوضه وخر، هذا أنت روح النبي، مو عندي، أنت مو من أمتي، روح عند نبيك، روح عند كذي عليه الصلاة. بس يبي أمتي صلى الله عليه وسلم. شنو الأشياء اللي نسويها عشان نشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام؟ وبالتالي نعرف أن الأشياء اللي ما نسوي إذا ما سويناها، أو في أشياء إذا سويناها مو زينة، قد يصد الإنسان عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجو هناك شمس وعطش، والرسول عليه الصلاة والسلام وتشرب شيء كبير، فحرمان إذا أنت ما شربت من هذا الحوض. طيب أول شيء يخليك ترد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: إن حوضي الأبعد من أيلة إلى عدن، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. وخر اللي موله، اللي مو من أمة، اللي مو ما يخصه. قالوا: أتعرفنا يومئذ؟ شلون يا رسول الله تصد الناس اللي مولك؟ شلون تعرفنا؟ يعني أنت مو بس أصحاب الأمة ما شافهم عليه الصلاة والسلام. قال: نعم أعرفكم، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، لكم ميزة، سيمة، علامة ما في أحد من الأمم عندهم إياها، بس أمتي يجون بها السيمة. شنو هذه السيمة؟ هذه نحرص عليها. قال: تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث بالسجود، الغر الخيل، الغرة المحجلة، الغرة اللي فيها البياض باليبها، هني هذا الجمال في كذي مثل معين أو مربع مثلث مش مصير بياض، هذه الغرة، والتحجيل اللي يصير قوائمها بيضة، أطرافها إذن وريولها بيضة، شوف هو بني أو وأطرافها بيضة، أجمل الخيول. هذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبعث يوم القيامة بهذه الصورة، يكون في نور في وجوههم وأطرافهم إذنهم وريولهم. من وين هذا النور؟ من الوضوء والسجود. علشان كذي اللي ما يتوضا يعني ما يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام شلون يعرفه؟ لما يقول: يا رسول الله انا من امتك، انا اسمي محمد اصلا، اسمي عليك، اسمي عب، وين الاثر؟ لا انا اعرف امتي باثار الوضوء والصلاه، اثار، وين الغره وين النور؟ هذا ما كان يتوضا ولا يصلي، شلون يبعد يطرد؟ لان ما يب العلامه اللي بينك وبين النبي عليه الصلاه والسلام يعرفك فيها هذا النور، ما شافك من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، فالله خلى له هذه العلامه، قال: اذا شفت واحد في غره وتحجيل في نور اطراف وجهه، هذا من امتك، خلى عندك وبحوضك. هذه العلامه الاولى والمهمه، محافظه على الوضوء والصلاه، محافظه على هذا. اللي ما يصلي وبالتالي طبعا ما يتوضا، هذا وين؟ عسى الله يعافينا ويرحمنا برحمته. الامر الثاني من الاشياء اللي ايضا مهمه عشان الانسان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، قال صلى الله عليه وسلم: اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، احدهما اعظم من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، هذا واحد، وعترتي أهل بيتي، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا هو، كل ما كنت تراعي حقوق القرآن، تؤدي حقوق القرآن وتقوم بواجبات اللي عليك تجاهه، وتؤدي حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الاحترام والتقدير. طبعا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين منهم، والذي منهم كفار ما له علاقة، مثل أبو لهب عمه، مثل أبو طالب عمه، هؤلاء ماتوا على الكفر. احنا علينا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، سواء اللي كانوا في عهده أو حتى للآن اللي يرجعون إلى آل بيت النبي الأشراف، كان لهم الاحترام والتقدير تقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما الواحد يكون من آل البيت، هذا مو بس تشريف، تكليف، هذا انك انت من آل البيت، يعني انتبه. فالقصد احترام القرآن وأداء حقوقه وأداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، هذا من أسباب ورود الحوض. والتقصير في هذين الاثنين قد يصرف الإنسان عن الحوض بسبب عدم يعني قيامه بحق هذين الاثنين، كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عليه الصلاة والسلام وآل بيته. ثلاثة، وهذا من الأمور المهمة، قال صلى الله عليه وسلم: ليذادن رجال عن حوضي، يذادن يعني يطردون، يوخرون، ملائكة توخرون تبعدهم، كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلموا، تعالوا أمتي، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على عقابهم، لا تدري ما حدثوا بعدك. لا، كل من بدل ارتد عن الإسلام بشكل عام، أسأل الله العافية يهديهم، الملحدين هذيل، أهل البدع، أهل البدع، الفرق الضالة اللي نسمع عنهم، معتزلة وجهمية وخوارج وروافض، بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتبعوا سنته، هؤلاء يذادون يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشربون، ما يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام إلا من كان متبع لسنته صلى الله عليه وسلم. ملاحظوا اللي 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 يكونون بالحوض منه اللي مع القرآن. الحمد لله، يهديكم الله، صحبكم
ان شاء الله بدنا فيكم انكم تشمتوني. اللي يكون بالحوض ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي محترم القرآن ومقايم في حقوقه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظ أساسيات الدين ومحافظ على الوضوء وعلى الصلاة، هذا اللي يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض ويشرب منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير سكي ما بس الأمر الأخير نختم فيه، الأشياء اللي قد تمنع الإنسان من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون بعدي أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، أمراء ليسوا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. اللي يكون مع الأمراء الظلمة يعني ما أقول يرفع لهم ويصدقهم كذبهم وينصرهم على ظلمهم ومعهم يتمصلح هذا ما له في شيء في الحوض أبدا. قال ومن لم يدخل عليهم بعيد عنهم وإن دخل الطر لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. فكثر ما تقدر ابعد عن معاونة الظالم، ابتعد عن الظالم، لا تعينه بشيء، قد هذا يحرمك من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من يده الشريفة. هذه كرامات المحشر، يعني بشكل سريع قلنا لكم يا أخوان أخوات المحشر شيء كبير، يعني في فعاليات كثيرة، في عذاب وفي صور مزعجة وكذلك في خير وفي نور كما بينا في هذه الأشياء. وشلون الواحد يحصل على هذه المكرمات كلها؟ يسعد بهذا المكان. تخيل يعني الواحد لما يكون مؤدي اللي عليه صح اللي قلناها يبعث يوم القيامة آمن، لا فزع ولا خوف ولا حزن أبدا، بهدوء وسكينة، يروح والناس بالحر هو في ظل مستمتع، ويمكن يكرم بلبس معين، ويمكن تكون ريحته طيبة، ويلبس حلل، يعني كشخة، يعني في المحشر بوسط الناس بعرقهم هو كاشخ وطيب صيامة وتحت ظل رب العالمين عرشه ومع أحبابه مع من أحب ويشرب من يد. أنت متخيل هذا الجو في المحشر؟ شيء كبير. احرص على هذه الأعمال اللي ذكرناها وتعيش هذه السعادة بإذن الله.